في المرمى مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. مع عودة الجماهير للملاعب، كيف ستكون آليات الدخول؟ زيارة ميدانية. والهلال مرشح لحسم اللقب قبل جولتين من الختام. الأهلي يشارك وسط غياب كبير. وقبل مواجهة العين، هبوط كبير في مؤشر الشباب، ماذا حدث؟ 7 فرق تتسابق على الهروب من مقعدين. الحسابات المرعبة تحيط به. السلام عليكم. بداية من اليوم ستعود جماهير كرة القدم في السعودية إلى المدرجات لحضور المباريات بعد غياب استمر أكثر من عام. مباراة الشباب والعين التي ستلعب في الرياض ستكون أول مباراة يحضرها الجمهور، بينما يترقب متابعو الدوري السعودي عامة مباراة القمة في هذه الجولة بين الهلال والأهلي، وكيف سيكون الحضور الجماهيري فيها مؤثرا بعد كل هذا الغياب. نقف الآن أمام إحدى بوابات استاد الأمير فيصل بن فهد والتي ستستقبل جماهير الهلال والأهلي غدا. هذه بوابة من ضمن 6 بوابات ستفتح غدا. اعتادت الجماهير على شراء التذاكر من خلال نقاط البيع، ولكن بحسب البروتوكول الصحي طرحت التذاكر عبر الموقع الإلكتروني. سيكون هناك أكثر من نقطة فرز خارجية للتأكد من الأشخاص الذين ينوون الحضور المباراة وأن يكونوا من ضمن الفئات المسموح لها. هذه البوابة ستفتح غدا الساعة 5 عصرا، أي قبل المباراة ب5 ساعات، حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام المنظمين لتسهيل دخول الجماهير دون أن يكون هناك ازدحام. نلاحظ وجود الملصقات على الأرض وتطبيقا للتباعد، وهي أحد أهم الشروط الموجودة في البروتوكول الصحي. هنا سيكون متواجد منظمين مهمتهم التأكد من أن تذكرة المشجع تؤدي إلى ذات المقعد من هذه البوابة، وأيضا أن يكون في تطبيق توكلنا الحالة الصحية من ضمن الفئات المستثناة، وهي المحصن بجرعتين أو المحصن بجرعة واحدة ومضى عليها 14 يوم أو المحصن متعافي. أما فيما يخص الفئة ما بين 7 سنوات وإلى 18 سنة أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا غير مخالط. نحن الآن نتواجد في مدرج الدرجة الثانية لاستاد الأمير فيصل بن فهد. تم طرح فقط 6000 تذكرة عبر الموقع الإلكتروني. كما نشاهد أمامنا الآن، تم ترقيم الصفوف في مدرجات الاستاد، ولأول مرة يتم عمل ذلك بسبب وجود التذاكر الإلكترونية. أما فيما يخص تطبيق التباعد في المدرجات، كما نشاهد تم هنا السماح بجلوس المشجع، ويتم منع أو وضع ملصق يمنع الجلوس على مقعدين متتاليين، ويسمح للمشجع الآخر بالجلوس في المقعد الرابع. أما فيما يخص أفراد العائلة الواحدة، حسب التأكيدات سيسمح لهم بالجلوس بجانب بعض، ولكن شريطة أن تكون المقاعد متتالية عن طريق عملية شراء التذكرة. في هذه المنطقة سيتواجد أكثر من 200 منظم ستكون مهمتهم التأكد من تطبيق البروتوكول، فرض التباعد بين الجماهير، وأيضا لبس الكمامة طوال تواجد الجماهير في المدرجات. فيما يخص رابطة الهلال وأيضا رابطة الأهلي، تم تخصيص أماكن محددة لهم، لن يسمح للجماهير بالانضمام إلى الرابطة، وأيضا سيفرض عليهم تطبيق التباعد ولبس الكمامة.
نذهب إلى الرياض بعد هذا الشرح الوافي من زميلنا نايف الثقيل وفريق العربية في استاد الأمير فيصل بن فهد. الآن يلتحق بنا سيد سامي الهاجري مدير استاد الأمير فيصل بن فهد. حياك الله استاذ سامي، سعيد باستضافتك. حياك الله، أنا أسعد استاذ بتال وشاكر لك هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. جاهزين بكرة؟ والله قبل ما أبدأ دعني أرفع أحر التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وكافة أفراد الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية بالعيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل خير. طيب، وإن شاء الله بكرة إحنا حاضرين إن شاء الله. طيب، طبعا غياب يقارب العام عن الملاعب، اليوم أنت بتكون يعني على المحك وفريقك في استاد الأمير فيصل فهد لأنكم بتستضيفون المباراة الأهم في الجولة الكبرى، مباراة الهلال والأهلي. وكيف ستكون آليات الدخول؟ هل سيكون دخول متقطع بمعنى أنه تفتح البوابات بدون اندفاع الجمهور مرة واحدة، أو بتفتح على وقت مبكر عشان ما يكون فيه ازدحام ولا شيء؟ طبعا عندنا 6000 متفرج، 6000 مو شيء سهل ترى. صحيح، لكن حجز التذاكر أولا أخوي بتالي يتم عن طريق المنصة الإلكترونية تطبيقا للتباعد الاجتماعي. يحدد فيها وقت الدخول، بوابة الدخول، بوابة الخروج، أيضا وقت دخول الملعب، وقت الخروج، ومكان المقعد، فهذا يساعدنا في عملية استقبال الجماهير. طيب، لما تكون في وقت واحد تكون في وقت محددة. طيب، هل سيكون هناك تطبيق صارم في موضوع رقم الكرسي، رقم المقعد؟ لأنه زمان خلينا نقول بالذات سادة الأمير فيصل ما كان في التزام في المقاعد. أنت تعرف هذه الآن جديدة على في السادة الملك، في السادة الأمير فيصل بن فهد، وإن شاء الله الفترة اللي راحت إحنا سعينا لتطبيقها بعمل بروفة اليوم لتطبيقها على أرض الواقع. وإن شاء الله إن شاء الله أن نكون خلينا نقول للجمهور اللي يسمعونا الآن، إن شاء الله الجمهور اللي يسمعونا الآن بيكون في تطبيق صارم للمقعد، لا تجلس على مقعد مو مقعدك، مو على رقم تذكرتك. سيكون تطبيق قبل الدخول، سيكون تطبيق، تفضل، سيكون تطبيق قبل الدخول، سيكون التطبيق صارم قبل دخول الملعب. لابد، اسمح لي اولا، اتفضل، بحضور الاشخاص منهم فوق 18 سنه يجب ان يكونوا محصنين، سواء محصن جرعتين او جرعه واحده او محصن متعافي. وسيكون تطبيق صارم على على على, 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 على هذا التطبيق. من لم يتوفر فيه هذه الاشتراطات لن يسمح له بدخول الملعب. كذلك الاطفال من سن السابع الى اقل من 18 سنه لا يشترط أن يكون محصن أو محصن متعافي، أو إنما يشترط أن يكون في توكلنا غير مصاب أو غير مخالط. جميل، ويسمح له بالدخول. بيكون فيه أيضا يعني طلب لصفحة توكلنا الأولى عند الدخول مع التيكت، يعني مع التذاكر. صحيح صحيح. جميل. طيب، بالنسبة للعائلة اللي بيجي هو وأطفاله، اللي مو مطلوب منهم لا تطعيم ولا مطلوب منهم توكلنا إلا أنه يكون غير مصاب أو غير مخالط، يجلسون جنب بعض ولا ما يجلسون جنب بعض؟ صحيح العائلة، صحيح، لكل عائلة، نعم، أفراد العائلة الواحدة تجلس سويا، ونطبق عليه عملية التباعد بينه وبين بقية الأشخاص. يعني طيب، يجلسون جنب بعض ما في مشكلة يعني. طيب، حلو ان نشوف هالتطبيق وهالاجراءات قاعده تصير ويدخلون الجمهور ويتوزعون بشكل جميل في الملعب. بس سامي، انت تعرف الكوره، المشجع تلقاه في الصف العاشر نهايه المباراه، تلقاه في الصف رقم 100 وهو ما يدري انه وصل ل 100 من الحماس. فبيكون في متابعه اثناء المباراه ولا خلاص دخلتوه وقلت هذا مقعدك وما عاد لنا شغل؟ أخوي بتال، سيكون هناك أعداد كافية من المنظمين في جميع أنحاء المدرج. سيكون هناك أعداد كافية من المنظمين داخل عند كل بوابة، عند كل مدرج. حلو. عملية إرشاد أي مشجع داخل ملعب إلى مقعده سيكون عن طريق المنظم، ستكون هناك متابعة. أيضا في عملية الخروج، سيكون في عملية الخروج تفويج لعملية الخروج، لن يكون هناك خروج
وجماعي. سيقوم المنظمون بعمل تفويج كما هو حاصل في المطارات، تفويج صف مع صف دفعات على أساس منعا للتزاحم كدفعات، منعا للتزاحم تطبيقا للتباعد الاجتماعي. طبعا اللي يطبق الآن هو حماية لهم قبل كل شيء، احنا ما نبي نضيق على الجمهور، ولكن هذا حماية لهم أولا وأخيرا. يعني معنى ذلك انه الجمهور نقول لهم الان حتى لو دخلت لا تروح لصاحبك في جنبك وتجلس جنبه بعد ما تبدا المباراه. صحيح، التزم بالمقاطع، يكون في رقابه قبل كل شيء جدا، والتزم بارتداء الكمامه طول التسعين دقيقه، يسمح بدخول طول التسعين، ولن يسمح بدخول اي شخص اساسا للملعب دون ارتداء الكمامه. حتى هو في تباعد، حتى بالتباعد هو ما يعمل الآن هو حفاظا على سلامتهم. أها جميل. من متى بتفتح البوابات؟ البوابات إن شاء الله الساعة 5 إن شاء الله حتفتح، ولكن زي ما قلت لك في التذاكر محددة أوقات الدخول للملعب، في كل تذكرة محدد وقت دخولها للملعب. أي. نرجو الالتزام بذلك، ونرجو الالتزام أيضا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا وتطبيقا لبروتوكول وزارة الرياضة. جميل. سويتوا مصليات الجمهور فيها أيضا تباعد بإشراف وزارة الصحة؟ الجميع، صحيح، الجميع تباعد في كل مكان في المنشأة، في تباعد سواء على الملصقات الأرضية أو توعوية، في كل مكان في أرجاء الملعب. طيب شدوا حيلكم، أنتم بكرة على المحك، التجربة عندكم، إذا نجحت يزودون شوي وزارة الصحة، بدل ما يصيرون 6,000 يصيرون 10,000، ضبطوا الموضوع بكرة عاد. ها والله أنت الآن تتكلمني والجميع يسمع، عندنا تتويج باللقب الدوري، نبغاها تكون أكثر الجماهير فيها. والله أستاذ بسال، إحنا سخرنا كافة الإمكانيات ذلك، وأنت الآن الجمهور يسمع وهم شركاء لنا في نجاح هذا الشيء إن شاء الله. نتمنى منهم طبعا هذه الإجراءات ليست لتعطيل أو تكبيل حركة الجماهير أو حركة الناس في الحياة العامة، بل هي لمساعدتهم على حمايتهم وحماية الآخرين وصحة الناس، ويجب اتباعها دائما ويجب الالتزام بها، لأننا أمام وباء خطير لا ينفع معه إلا مثل هذه الإجراءات والإيمان بها قبل كل شيء. تطبيقها أخوي بتال، تفضل. تطبيقه أخوي بتال من الجماهير يساعد زي ما ذكرت قبل شوي، أنه مستقبلا أنه تزيد النسبة من 40% إلى أكثر من ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا على حضورك وعلى هذه التوضيحات، أتمنى لك أنت وفريقك بكرة النجاح، في بتكونون على المحك لأنها مباراة القمة، أتمنى لكم النجاح. وأنتم إلى الآن إحنا جايبين الآن جاينا أنت من الملعب وبترجع الظهر الملعب، صار لكم 24 ساعة ما شفتوا عيالكم، مجرد لخدمة الناس في هذه المباراة المهمة التي تعيد الجماهير السعودية لمدرجات الكرة. شكرا جزيلا سامي الهاجري مدير استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض. شكرا. نذهب إلى الوقفة الأولى، بعدها قمة الهلال والأهلي، 4 لاعبين ومدربين والأزرق مرشح لحسم اللقب قبل جولتين، قبل مواجهة العين. الخط البياني للشباب منحدر، لماذا فقد صداره؟ حياكم الله. تنطلق الأربعاء الجولة 28 في الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مباريات. الشباب يلاقي ضيفه العين في 56 دقيقة توقيت العاصمة الرياض الباطن، يلتقي الاتفاق في 27 دقيقة. أما قمة هذه الجولة فمواجهة الهلال والأهلي في 9 مساء على استاد العاصمة استاد الأمير فيصل بن فهد.
الثالث عشر فبراير من عام 2015 خسر الهلال نهائي كأس ولي العهد أمام الأهلي. بعدها بيومين أقدمت إدارة النادي العاصمي على إقالة المدرب ريجي كامب، ليكون هذا الإخفاق سبباً إضافياً لإنهاء مهمة المدرب الروماني على رأس النادي العاصمي بعد خسارته لنهائي دوري أبطال آسيا وتراجع نتائجه بالدور المحلي. ريجي كامب وبعد 6 سنوات ستتقاطع طريقه مع الهلال، وهذه المرة كمنافس بعدما استلم تدريب الأهلي مطلع الشهر الماضي خلفاً للصربي فلادان. المدرب الروماني ستكون له مواجهة خاصة كذلك مع 4 من الأسماء التي أشرف على تدريبها سابقا في الهلال، ويخص الأمر الثلاثي ياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج، إضافة لسعود كاريري الذي يشغل حاليا منصبا إداريا في الفريق الهلالي. في الجهة المقابلة يقود الهلال أيضا مدرب مؤقت وهو البرتغالي جوزي مورايش. الأخير سبق وأن واجه الأهلي مرة واحدة بالدوري في سبتمبر 2014 عندما كان مدربا للشباب ولم يستطع الفوز عليها بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي. عمر السومة يبقى أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباريات الفريقين بدور المحترفين بعدما نجح في هز شباك الأزرق 8 مرات وكان قريبا من 9 لولا إهداره لركلة جزاء في مباراة الذهاب على ملعب الجوهرة والتي انتهت بلا أهداف. الهلال وخلال المرات 5 التي فاز فيها بدور المحترفين لم يتمكن سوى مرة واحدة من التغلب على منافسه الأهلي ذهابا وإيابا، وكانت في موسم 2009 و2010. التعادل في مباراة الإياب بين الفريقين في دور المحترفين حضر في 5 مباريات من مجموع 11، 4 منها كانت على ملعب الأهلي ومرة واحدة كانت في ميدان الهلال. نذهب إلى تركي العواد يلتحق بنا من الرياض، إلى جواره عادل البطي يلتحق بنا أيضا من الرياض في انتظار الكلاسيكو الذي كان مهما أو كان الكلاسيكو الأول قبل سنوات، لكنه تراجع إلى مراتب متأخرة في السنوات الأخيرة. تتفق تركي؟ في البداية كل عام وانت بخير. وعيد مبارك على الجميع. بكل تأكيد تراجع كثير الأهلي، طبعا موجود في المنافسة ولكن أقل بكثير بعد صعود النصر خلال يعني نقول 5 سنوات الماضية. أصبح التنافس هلالي نصراوي أكثر من التنافس هلالي اتحادي أو هلالي أهلاوي، لذلك بكل تأكيد تراجع. والدليل المركز، يعني الهلال الآن عنده 52 نقطة ويأمل في الحصول على يعني البطولة، والأهلي فقط يريد تحسين مركزه. طيب عادل مساء الخير، حياك الله أيضا معنا. الأهلي بعد ريجي كامب في لمسة جديدة، في نفس جديد أنت قاعد تشوفها في الملعب ولا ما تغير شيء؟ مساء الخير بالتال. لا 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 تغير الحقيقة، يعني صار فيه تغير لكن التغير مو بتحت الضغط، يعني تغير بلا طموح. يعني اليوم انت تتكلم عن الأهلي لو يحصل على كل النقاط المباريات الجاية ما يحصل حتى على مركز رابع، لأنه بيوصل يعادل للتعاون والاتحاد، والنتائج مع الفريقين، مع التعاون خسران مباراتين ومع الاتحاد تعادل وخسارة. يعني بصراحة بيلعب بس لمكانة وقيمة الأهلي. اتفق مع الكابتن تركي، بس من 3 سنوات يعني تقريبا الأهلي بصراحة هو خارج المنافسة مع وجود عناصر محلية مميزة وأجانب لا ترتقي لفريق يبحث عن منصة تتويج حتى لو مراكز متقدمة. وبالمناسبة حتى في البداية يوم كان يحصل نقاط واضح أن الفريق لن يسير طويل أو لن يروح ما راح يروح بعيد. طيب عادل تقول عندهم لعيبة محليين كويسين، منهم ما عطنا 5 أسماء كويسة بالتال، بشرط أن يكون معهم أجانب مميزين. أبعد لك فضل. علي الأسمري في رأيي الشخصي من أفضل اللاعبين، لاعب شاب صغير تحتها. وشفناه مع لا أنا شخصيا من المعجب فيه جدا، أعطيه يقول 7 من 10. طيب. عبد الرحمن غريب يعني. عبد الرحمن غريب إيه يعني لا 7.5 أنا رأيي إنه جيد جدا. طيب. عبد الرحمن غريب إذا كان 7 جيد لا خلي جيد جدا. عبد الرحمن غريب يمكن يعني 8.5 من أحسن اللاعبين اللي اليوم موجودين. أوكي. في الكرة السعودية. سلطان مندش قاعد يقدم نفسه بشكل ممتاز. نوح الموسى كمحور جيد. يلعب مين، يا هو يا مؤشر.
ولكن في الأخير موجودين خلفهم محمد العويس هو حارس المنتخب الأساسي، والربيعي يعتبر يمكن هو البديل الأول بالنسبة لمحمد العويس. يعني تصور هالين لك 5-6-7 يكون معهم 5 أجانب جيدين، يتغير وضع الفريق. فريق بصراحة ما عنده أجانب إذا استثنين لاعب واحد. عشان كذا أقول لك الأهلي يستحق أحسن مما هو عليه. طيب تركي مرايس في الجهة الأخرى، مباراة واحدة قاد الهلال ومباراة واحدة سابقة لعبها قدام الأهلي وما فاز فيها عندما كان مدرب للشباب. يمكن خلينا نقول نبالغ في السؤال، ولكن يمكن هناك مؤشرات، فيه بصمة شاهدتها في المباراة الماضية، شيء شفته مختلف في الهلال مع مرايس، ولا بدري مرة نحكي هالحكي؟ بدري كثير، لكن أيضا كان بإمكانه يسوي أشياء كثيرة. يعني أنت جاي لفريق عنده مشاكل تقرأ هذه المشاكل. يعني أنا عجبني حاجة من مباراة الأولى مع الشباب اللي نعتبره هو مشرف عليها، ولكن الحسيني كان هو اللي موجود في الملعب، فهو يعني واضح أن الهلال ما عاد يبغى يبدأ الهجمة من الخلف، وأعتقد أن هذا تغير جذري في فكر الهلال، أنه صار عبد الله معيوف يلعب الكرة الطويلة، صار مدافعين يلعبوا الكرة الطويلة، حتى لو مرة واحدة يعني في الخلف تلقى الكرة الثانية أو الثالثة حتى بدون ضغط. مباراة الباطن شفنا بدون ضغط ويلعبون كرة طويلة، أعتقد أن هذا جيد جدا ومحاولة لتقليل الأهداف العكسية اللي تسجل في الهلال ولسببها تمريرات خاطئة من مدافعين أو من محور ارتكاز. هذه نقطة يعني أعتبرها الأهم بالنسبة لمرايس خلال المباراة الماضية، وقد نراها في مباراة الأهلي بشكل أوضح، لأن الأهلي ممكن يضغط على الهلال فأيضا ستكون مساعد للهلال. ما أعجبني فيه طبعا في المباراة الماضية في مباراة الباطن أنه تغييراته اللي ما كانت جيدة، ما أعجبني الاندفاع الكبير المبالغ فيه، كان الفريق موجود كاملا على خط منتصف الملعب، وحتى في مباراة الشباب كانت هذه المشكلة موجودة، رغم الهلال كان متقدم في المباراتين مبكرا، كان بإمكانه أن يتراجع ويحافظ على النتيجة. ما عجبتني هذه تغييراته أيضا في المباراة، ما كانت جيدة، خروج فييتو ونزول ناصر الدوسري خرب منظومة الفريق. يمكن لو طلع يعني فييتو ولعب سالم الدوسري وأبقى الفريق على ما هو عليه كان ممكن أفضل، لكن بشكل عام هو هادئ، وكثير من يعني الضغط اللي كان يعانيه الهلال كان من الدكة، فالآن في جانب من الهدوء، وهذا أيضا ما يميز هذا المدرب. جميل. عادل مرايس والهلال، يعني أنا شفت مثلا المباراة الماضية الهلالين كانوا ينتقدون ماكيلي، يقولون والله يا أخي تغييراتهم مبزينة، يلعب كردي ما يعرف يلعب في الظهير وما أدري ليش مقتنع فيها، مرايس نفسه ونفس الشيء، بس راضين الناس؟ لا لا بتل ما في رضا. يعني أنا أقول لك أنا في رأيي الشخصي، لا أقول نفس الشيء اللي كان يسويها ماكيلي هو سواها ما تغير شيء، يعني يعني بمثل ما لا ما ينفع بصراحة. كل الأشياء اللي حصلت، أنا عندي فييتو وجوفينكو كل واحد فيهم لاعب جيد لكن ما يصلح يلعبون مع بعض. محمد البريك أصبح هو الورق المهمة في الهلال، ويعني وسيغيب في إنبار. أنا أتمنى أنه بوجود سالم، يعني شفاء سالم مع كاريو على الأطراف، يلعب واحد يا جوفينكو يا فييتو، يعني مو بلازم الاثنين يكونوا موجودين. نتكلم صراحة، الهلال يعاني، الهلال يندفع كثير، لكن المساحات إذا غاب هيون المدافع الكوري بصراحة المشاكل تظهر في الهلال بشكل واضح من حيث التنظيم ومن حيث القدرات الفردية. حتى في أتكلم عن عمق دفاع، الهلال يعاني كثير في هذه الحالة، تنظيم دفاعي وحالة، وشفنا الهدف اللي تسجل من الباطن، يعني اندفاع وخروج ومساحة يجري فيها اللاعب، كل هذه تؤكد أن الهلال لا يملك قائد في خط الدفاع في حال غياب الكوري هيون، واحتمال بكرة أنه ما يكون موجود أصلا. عشان كذا نقول الهلال لا، يعني أكيد أن الهلال بكرة لو فاز الهلال، وأنا ما أستبعد بتال، إذا تعادل الشباب وتعادل الاتحاد حسم الوضع. صحيح، لأنه أقصر نقطة بيوصلها الشباب أن يكون مع الهلال بنفس المواجهات لمصلحة الهلال، وهذا أمر ترى مو بعيد. يعني العين يلعب مرتاح والاتحاد دائما يخسر أمام الفرق أو يتعثر، خلينا نقول أمام الفرق الأقل. الهلال يفاجئك أحيانا زي مباراة الشباب، برغم الأحداث اللي صار فيها بانيقة اللي كان هو سبب خسارة الشباب، برغم الأحداث الهلال يظهر في وقت صعب، وفي يعني الهلال كان أبرز اللاعبين اللي لعبوا في مباراة الشباب بالمناسبة اللي كانوا مرتاحين في الآسيوي، لكن عموما الهلال ترى عنده مشاكل كثيرة في حالة دفاعية أتمنى له، لكن المدرب بتال ترى كله 3 مباريات، لا نقدر نقول إنه هو صح أو خطأ، يعني فترة قصيرة جدا اللي بيتواجد فيها في الهلال، هذه إذا افترض إنه ما كمل مع الهلال الموسم القادم. جميل. تركي كيف يفوز الأهلي تكتيكيا؟ وش يسوي؟
الأهلي المطلوب منه أول شيء أنه يلعب على الضغط على الهلال، ما في مجال أبدا الهلال لما يلعب أي فريق ضاغط عليه ما يعطيه فرصة يبدأ الهجمة، خصوصا دفاع الهلال يعني غير جيد في إخراج الكرة وفي عدم ثقة حتى من عند المعيوف اللي كان هو اللاعب الأهم واللاعب اللي دائما لمسته الكرة كانت جميلة، الآن فقد الثقة وبدأ يخطأ أخطاء كثيرة في التمرير مع الآوت وغيرها من الأشياء. فإذا بدأ الأهلي بشكل ضاغط على الهلال أتصور أنه بيعلق اللومة، يعني قدرنا يفوز في هذه المباراة بيقلل أنه الهلال يلعب مباراته بسهلة. إذا لعب الأهلي بشكل مفتوح زي ما شفنا مباراة الشباب، أعتقد واحدة من أخطاء الشباب نلعب مباراة مفتوحة مع الهلال، الهلال لما تلعب مباراة مفتوحة معه ويجد مساحات ستكون صعبة. هذا الجانب الأول، عدم الاندفاع أيضا الكبير من قبل الظهيرين، وهذه مهمة جدا في فريق الأهلي. الهلال يلعب بشكل جيد عن طريق الأطراف ليس فقط بالظهيرين، حتى كاريو لما يلعب، سالم، جوفينكو إذا طلع على الطرف أو أي لاعب، دائما أهداف الهلال بشكل أكبر يعني معظم أهداف الهلال تأتي من الأطراف، فالاندفاع الكبير من الأطراف من الجانبين إذا كان موجود سيكون في فراغات للفريق الآخر. كيف يفوز الهلال عادل؟ بعدم المبالغة في الاندفاع، بالتالي لتأمين أولاً أول شيء تأمين الحالة الدفاعية للفريق، لأن الأهلي جيد في الثابت وجيد في المرتدة إذا لقى المساحة عن طريق عبد الرحمن غريب أو سلطان مندش أو مؤشر أو غيرهم، يعني ما تعطيهم المساحة. تقارب الخطوط في ظل عدم وجود هيون، رأيي أنه ما يكون فيه أكثر رقم يكون بينهم 25-30 ياردة بين آخر مدافع وغوميز، يعني عدم المبالغة في لعبة في يعني طرف اليسار. لو شفت المباراة اللي فاتت فييتو وجوفينكو كلهم يدخلوا العمق، ياسر الشهراني أصبح مكشوف لأنه كويلار صار يطلع أحيانا يفضي العمق، أو كويلار يبقى في مكانه ويكون ياسر الحالة في حالة الهجومية والدفاعية أقل. متأكد أنه ريجي كان بيقرأ مثل هذه الأشكال وهي مشاكل واضحة في الهلال، عشان كذا أقول تداركها هي الأهم لكي لا يخسر، زائد الصبر. بالتالي بكرة لازم تكون أكثر هدوء وصبر، لأنه ممكن 3 نقاط إما تحسم البطولة أو تعطيك أمل بالكبير في حسمها. جميل، شكرا دكتور ترك العواد، شكرا كابتن عادل بطي. قمة منتظرة بين الفريقين اللي صراحة مو جاهزين 100%، لكن اسم الهلال والأهلي يكفي لخلق إثارة كبيرة في هذه المباراة المنتظرة. ومنذ مباراته الشهيرة أمام النصر والشباب يتراجع، اليوم يواجه العين، هنا الخط البياني للفريق. البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها، مثل ينطبق على الشباب في الموسم الحالي. رباعية في مرمى النصر سمحت الأبيض الرياض بالتربع على قمة الترتيب بعد نهاية الجولة 18. دخل بعدها الشباب في دوامة من النتائج السلبية، حيث خسر من الفتح، الاتحاد والتعاون، ليتراجع إلى المركز الثاني بعد نهاية مباراة الديربي أمام الهلال بخماسية أعادته إلى وصافة الترتيب. 51 نقطة من أجل السيطرة، من أجل القمة، من أجل الصدارة، من أجل الهلال، من أجل هذه الفرحة، من أجل الاحتفال. وبعد أن كان طموحه كبيرا بنيل كأس الدوري، فإنه بات على بعد 4 نقاط من المركز الأول قبل 3 جولات من الختام، ويخشى أيضا من فقدان المركز الثاني. الاتحاد والتعاون يتخلفان عن الليوث بنقطة واحدة. إن تراجع الشباب إلى المركز الرابع فسيفقد فرصة المشاركة الآسيوية ويدخل في حسابات تنتظر ربما نيل التعاون كأس الملك. وبالتوازي مع نتائج الفريق تتراجع أرقام الشباب في الدوري في تسجيل واستقبال الأهداف. هجوميا سجل الشباب في الثلث الأول من الموسم 1.9 هدف في المباراة الواحدة، ليرتفع في الثلث الثاني إلى 2.5 قبل أن ينخفض إلى 1.8 في الثلث الحالي. في الجانب الدفاعي استقبلت شباك أبيض الرياض معدل 1.5 في المباراة الواحدة في الثلث الأول من الموسم، وانخفض إلى أقل من 1 في الثلث الثاني قبل أن يرتفع بشدة ويقترب من 2.5 للمباراة الواحدة في الثلث الحالي.
وبتفصيل أكثر، اهتزت شباك الشباب في 22 مناسبة منذ انطلاقة الموسم وإلى غاية مواجهة النصر إيابا في الجولة 18. وبعد اعتلاء الشباب لصدارة الترتيب استقبلت شباكه 19 هدفا خلال 9 مباريات فقط. عصام عامر، العربية. نذهب بهذا الخط البياني المنهار جدا سواء على مستوى التسجيل أو على مستوى النتائج إلى الشبابي الجميل اللي ما ينساه الشبابيين عبدو. طيب حياك الله يا عبدو. حياك الله أخوي بتال ومنور الشاشة بعد غياب طويل. طول عمرك. كل أسبوعين. أسبوعين بالنسبة لنا يعني نفقدك حنا على الشاشة. الله يسلمك. طيب حتى أنا افتقدتكم، افتقدت البرنامج بكل أسرته. عبدو، شفت معنى الرسم البياني، انهيار يعتبر في الشباب من مباراتهم النصر اللي كانت بالنسبة لهم قمة 4، ثم ينهار خط هبوط منحدر بشكل غريب جدا، أنت كيف تفسره؟ ترى ما تغير شيء في الفريق، اللعيبة والمدرب نفسهم على العشب، طبعا خسروا رئيسهم بعد مباريات موقف. شوف احنا نتكلم على انه الشباب هناك من 11 الى 15 لاعب هم الصفوة، وفي ال 15 لاعب لو جينا نحلل بشكل اكبر توجد نقاط ضعف كبيرة ذكرناها، اظهرة الجنب وحراسة المرمى بشكل كبير وواضح، ثم ياتي في تدرج في بعض الخانات. فمن الطبيعي انه يصير في انهيار، لكن انهيار ما يصير بالشكل الكبير هذا. يعني انت تتكلم عن تستقبل اهداف، يعني انت في مبارتين الاخيره استقبلت تقريبا 9 اهداف، هذا رقم كبير لمتصدر. انا قلت لك هو بسبب انه عدم وجود البديل او إيه، بس عبدو انك تكون متصدر، انك تكون متصدر بفارق 6 نقاط ثم بفارق 4 ثم بفارق 3، فجاه انت ترجع للثالث وفجاه ممكن تفقد فارق كان 8، فجاه ممكن تفقد حتى المركز الرابع مقعد. اي ممكن تفقد مقعد اسيوي الان. هو صحيح، هو الفارق كان 8 نقاط. وفي هذه الفتره حصل الدروب الكبير مع حتى ليست فرق منافسه. لما تتكلم انت تخسر مع الاتحاد والهلال اوكي انا تقبل انها كفرق منافسه، لكن انت خسرت امام الفيصلي، خسرت امام الفتح في ملعبك، وبالتالي خسرت 6 نقاط كانت كفيله بانهاء موسم او الدوري بشكل مبكر. فبالتالي انا اعتقد انه لنقاط ضعف، النقاط الضعف مثلا بالتالي لما مع مرور الوقت يغيب 1-2 مؤثرين بشكل كبير، وفي نقاط ضعف هنا تظهر نقاط الضعف بشكل أكبر. لأنه ممكن لما يجود 7 لاعبين مميزين يعني يتم تغطية نقاط الضعف بشكل أو بآخر، لكن لما يغيب هذا المؤثرين تبدأ تنكشف نقاط الضعف بشكل أكبر. هذا اللي يحدث في الهلال. يعني مثال، لما يغيب جوانكا وبانيجا بالمؤكد بالتال حتخسر اسلوبك، حتخسر وسط الملعب، وهذا ظهر امام الاتفاق وظهر في مباريات كثيره. فبالتالي هنا تبدا عندك نقاط الضعف اللي كنت انت تغطيها بالاستحواذ تبان، اظهره الجنب والحراسه تبان، فاي تهديد عليك يبان نقاط الضعف، وبالتالي حتستقبل اهداف. طيب خلينا نشوف الرسم البياني. الثلث الاول معدل التسجيل شوف كم، ومعدل استقبال الاهداف 1.9، معدل تسجيل الأهداف ارتفع إلى 2.5، هبط إلى أقل من بدايته اللي هو 1.8. هذا التسجيل. معدل استقبال 1.5، رقم ممتاز جدا. في منتصف الموسم أيضا كان 0.9 ورقم ممتاز في الثلث الثاني، وأخيرا وصل إلى 2.4. ترى صعود كبير جدا من 0.9 إلى 2.4، 9 أهداف في مباريتين رفعتها. صحيح، هذا اللي قلت لنقوله. لذلك شوف بالتالي لو 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 بقى يعني لو كان في تساوي مثلا، يعني انت اوكي نزلت في معدل التسجيل وزدت في استقبالك الاهداف، بس انه صارت متساويه ما يصير يعني هبوط كبير في التسجيل وطلوع جدا في استقبال الاهداف، فبذلك هناك يعني معناته هناك حصلت كارثه. لما نجي للكارثه نجدها 9 اهداف في مبارتين. فهذا المؤشر او التحليل البياني جدا رائع، يعني من معدين التقرير صراحة جدا يعكس أنه ليش الشباب ابتعد في الفترة الحاسمة عن المنافسة أو المركز الأول بشكل كبير، وهذا طيب. أكبر دليل ورسم بياني جدا جميل. عبدو، راهنت إدارة الشباب على المدرب الخطأ، راهنت على مدرب مبتدئ في وقت كانت تتصدر وكان فريقها حاسم، ولا ما له دور كبير؟
أعتقد أن هرنانديز هو من صعد بالأرقام أو بالرسم البياني اللي موجود الآن بالتالي، من صعد بالشباب بعد بيدرو هو هرنانديز، من حقق أرقام جدا مميزة هو هرنانديز. لكن أنت لما تلعب على نفس طويل وأمام منافسين أيضا ليسوا بالسهل في فترات كبيرة، فبالتالي أنت تحتاج إلى أدوات وأوراق كثيرة حتى تكون بجانبك. نعم. الشباب ما عنده الأوراق الكبيرة، ما عنده الأوراق الكثيرة، فأنا لا أتفق أنه المدرب هو من كان سبب الخلل الكبير. بالعكس، أنا المدرب لما أجي على أقيمه كأداء فني والصعود الكبير اللي عمله للشباب من الأفضل أنه يبقى. بالعكس، هو حقق ما كنت أطمح وأكثر. انتشل الفريق من وضع فني سيء إلى وضع فني أكثر من رائع وأرقام كبيرة. طيب، خالد البلطان قال في بداية الموسم أو فترة المعسكرات والتحضير، قال ما نبحث عن الدوري، نبحث عن تأسيس فريق ينافس السنوات. طب الدوري ما جاء ومو ما صار قريب، يعني نكون صادقين، لكن هل أسس فريق؟ هل وضع أسس لفريق بطل؟ قبل ما جاوب على سؤالك، هو أكبر مشاكل عندنا كمتتبعين أو عشاق أنه تتغير الأهداف في الموسم. يعني مثال، الشباب كان هدفه خط بطولة كأس سواء العربية أو كأس الملك أو وصول لمقعد آسوي. لما بدأت النتائج الفرق الأخرى تساعدنا بدأ يرتفع سقف الطموح، وبالتالي بدأ الضغط أكثر على الفريق وعلى الإدارة. كصناعة فريق أنا أعتقد أنه يعتمد بشكل كبير جدا جدا على العنصر الأجنبي. فأي سواها ولا لا، يعني ما صنعوا فريق عقودة كلها 3 سنين لا وأكثر. لا، أي بالتالي معناته أنه أنت الآن العنصر الفني الأجنبي هو جزء من الفريق، معناته صنع فريق. فصنع فريق، مع أني أنا أرى أنه 4 هم مستوى عالي و3 ليس يعني ممتازين. يعني أنا لما أجي أصنف بانيكا جوانكا إيقالو إيغور، هذول 4 مستوى عالي، البقية يستطيع الشباب أن يزيد نسبة القوة لديه وبالتالي يصير فريق أقوى من اللي شاهدناه. صنع فريق، لكن الفريق يعتمد على القاعدة اللاعب الأجنبي بشكل كبير. العنصر المحلي ليس بالعنصر الجبار في الشباب أو القيمة الفنية العالية في الشباب، فبالتالي لابد أنه يحافظ على الجودة في العنصر الأجنبي ويزيد في العنصر المحلي. أنا أعتقد الشباب حيكون أقوى من الشكل اللي قاعد نشوفه خلال المواسم القادمة إذا تمت المعادلة هذه بشكل صحيح. شكرا عبد العطيف. أنا شخص أحب الأجواء الجديدة والمغامرات والسعي لخبرات مختلفة، وكان لدي بعض التحديات مع عدة فرق إسبانية ونجحت معها، وأحببت أن أكرر ذلك في السعودية. كانت البداية عن طريق المستشار تركي آل الشيخ الذي نصحني بالقدوم وخوض التجربة الجديدة لي هنا، واستطاع إقناعي بذلك. وبعد ذلك وصلتني مكالمة من السعودية من نادي العين لقيادة الفريق، ورحبت ولم أفكر كثيرا في الأمر حيث شاهدت مباراة للعين وبعد ذلك حضرت لقيادة الفريق. للأسف الشديد البنية التحتية للعين محدودة جدا، نحن نتدرب على الملعب الرسمي 50 دقيقة فقط، وهذا لا يكفي لفريق يسعى لتحقيق الانتصارات. لدينا لاعبين يشاركون لأول مرة في دوري المحترفين ويحتاجون للخبرة، وكما شاهد الجميع في عدة مباريات كنا نتقدم وللأسف لا نحافظ على ذلك ونخسر في نهاية اللقاء. وتعرض العين للعديد من الظروف منها الإصابات، وفقدنا لاعبين مهمين للفريق كانوا يشكلون قوة في منتصف الملعب، كما أجرى أبرز لاعبين عملية جراحية في ركبته وفقدناه كثيرا، وعملنا مع فريق محدود العناصر في ظل الغيابات. ويحيى يتحرك وادي خطيرة، الله. يوجد إمكانيات عالية وملاعب جيدة، والدوري هنا قوي جدا، ويتوفر فرق على مستوى عال يملكون لاعبين كبار، كل الفرق تنافس ومتقاربة المستويات. هناك اختلاف في قصة العشب، لدينا في إسبانيا يكون طوله أقل من السعودية لكي تكون الكرة أسرع أثناء التمرير. تمنيت أن تكون هذه المنافسات بحضور الجماهير التي لها دور في زيادة الحماس، والجماهير هنا تحب الكرة بشكل مذهل، وهذا ينعكس على التطور وزيادة المنافسات بين الفرق.
هناك فرق كبير بين قيادة فريق يصارع على الهبوط وتسعى معه للعمل من كل الجهات، وفرق أخرى في المقدمة ولديها كل عناصر النجاح والإمكانيات. أصبح لدي خبرة جيدة في الدوري السعودي، وهذا يساعدني في العمل مستقبلا، وأنا واثق أن العين سيعود لدور المحترفين، وأنا قادر أن أفعل ذلك معه. شاهدت مرحلة الابتعاث للاعبين سعوديين، وهذه خطوة جيدة وسيكون لديها عائد جيد للكرة السعودية، وكذلك استقطاب أجهزة فنية من إسبانيا لديهم الخبرة في زيادة المستوى. حضور الفرق الإسبانية للسعودية مثل برشلونة وريال مدريد شيء جميل ورائع، حيث كانت تتنافس بشكل مميز، وسيكون له انعكاسات إيجابية في المستقبل على الرياضة السعودية. وكذلك لا أنسى المستشار تركي آل الشيخ الذي كان ذكيا في شراء نادي ألميريا الإسباني الذي يقدم مستويات جيدة، وكان قريبا من الصعود واللعب مع الكبار، وهذا عمل رائع، وأتمنى النجاح للجميع وتحقيق إنجازات على كل الأصعدة، وأنا سعيد بالتعاون بين إسبانيا والسعودية في الرياضة والذي نجح بشكل كبير. وقفة ثانية، بعدها نقلب أوراق الحسابات المعقدة في الهبوط، وتبدأ بالباطن ومواجهة صديقه الاتفاق. أهلا بكم، وهذه الرياضة في دقيقتين، حيث تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب مقترح أو دراسة جدوى حول إمكانية إقامة كأس العالم كل سنتين بدلا من 4 أعوام، وذلك أمام كونغرس فيفا المقرر الجمعة على أن يشمل ذلك مونديال الرجال والسيدات. قررت إدارة نادي الأهلي السعودي اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه إحدى الشركات التي نشرت عبر حسابها الرسمي في تويتر ما أسماه بيان النادي عبارات مسيئة تجاه النادي. افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما تدريباته في الرياض، والتي تسبق المغادرة لمعسكر الإعداد في كرواتيا تحضيرا لكأس آسيا 2023. شهدت تدريبات فريق الهلال الثلاثاء إجراء مناورة عرفت مشاركة ياسر الشهراني، وذلك تحضيرا لمواجهة القمة أمام الأهلي. تطلق وزارة الرياضة الأربعاء مبادرة صفقوا للصف الأمامي المخصصة لأبطال الأمن والصحة، ذلك بالتزامن مع قرارها السماح بحضور الجماهير للمباريات بنسب محددة. في بيان رسمي تقدم النصر الإماراتي بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة يطالب بإعادة مباراة نهائي الكأس بداعي الأخطاء التحكيمية. سبعة فرق تتسابق على الهروب من مقعدين تبقيا للهبوط. السماوي الشمالي يواجه الاتفاق اليوم في طريقه نحو الهروب. ألقاكم. من المركز التاسع وحتى 15 يتصارع الفيصلي والرائد والقادسية وأبها والباطن والوحدة وضمك للهروب من مقعدي الهبوط المتبقيين بعد تأكد مغادرة العين للمسابقة. ضمك يملك 29 نقطة ويتأخر بنقطة واحدة عن مضيفه الوحدة. خسارة ضمك تقربه أكثر من العودة للدرجة الأولى بعد موسمين قضاها بين الكبار. التعادل يبقيه في مركزه الحالي. أما الفوز فإنه يرفع رصيده إلى 32 نقطة، وقد يغادر مراكز الهبوط إن لم يحقق الباطن الفوز في مبارياته المتبقية. الوحدة يحتاج إلى تحقيق نتيجة أفضل من الباطن من أجل مغادرة المركز 14، فهو إن فاز على ضمك بينما تعادل أو خسر الباطن أمام الاتفاق فإن الفريق المكاوي يصبح بالمركز 13. الباطن يدخل مواجهة الاتفاق بنفس الطموح، يحتاج للفوز إذا ما أراد البقاء ليرفع رصيده إلى 33 نقطة متقدماً على الوحدة الذي يتساوى معه حالياً بالنقاط، لكن يتقدم الباطن بأفضلية فارق الأهداف. أما إن تعادل الباطن في هذه الجولة فإنه يحتاج إلى انتظار تعادل أو خسارة الوحدة ليبقى في مركزه بعيداً عن الهبوط. أما بقية الفرق فلأنه أقصى ما يمكن أن يصله فريق الباطن أو الوحدة هو 39 نقطة في ختام المسابقة،
إن حقق الفوز في جميع مبارياتهما المتبقية فإن الفتح والأهلي يكفيهما نقطتان من آخر ثلاث مباريات لتجاوز أي حسابات للهبوط، بينما يبحث الفيصلي عن ثلاث نقاط والرائد عن أربع، ويكفي القادسية وأبها خمس نقاط لكل منهما في الجولات المقبلة. ديما محمد السائح، العربية.